العاشرة ليلا هنا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. التمديد في حالة الطوارئ إلى غاية يوم 31 من ديسمبر القادم. رئيس الجمهورية يؤكد أننا نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة. قيس سعيد 200,000 دينار جزء من مبالغ أخرى تم صرفها للتباكي ولتأجيج الأوضاع حول فاجعة جرجيس. وزير التربية الجديد يتعهد بتكريس مبدأ استمرارية الدولة لينجح الاستحقاقات التربوية القادمة. نابل عزوف الفلاحين عن زراعة الطماطم. إلى تفاصيل النشرة، حيث صدر اليوم الثلاثاء 31 من جنفي الجاري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 47 لسنة 23 و2000 ومؤرخ في 30 من جنفي الجاري، تعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية ابتداء من اليوم 31 من جنفي إلى غاية يوم 31 من ديسمبر سنة 23 و2000. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء خلال زيارة مفاجئة أداها إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة أننا نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة. كما شدد سعيد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق التونسيين وتونس وفي حق الشعب التونسي، مضيفا أنه لا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة ولا بد من تطبيق القانون على الجميع. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي. جئت اليوم أيضا لأنني عاهدت الشعب على أن نعرفه جملة من الحقائق، جملة من الحقائق التي تتعلق بجملة من الجرائم التي تم ارتكابها، ولا بد من محاسبة من اقترفها. الشعب يريد المحاسبة، مطلبه الأساسي اليوم المحاسبة، ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب التونسي. واجبنا المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق هذا الوطن وفي حق شعبنا، ولا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة. لابد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، لا فرق بين أي متقاض وآخر، ولكن لا يمكن أيضا التعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات. الإجراءات ضرورية حتى تكون هناك محاكمات عادلة، ومبدأ المواجهة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة. ولكن لا يمكن أن تبقى جملة من القضايا منشورة أو لم تنشر أو يتخفى البعض وراء الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة. نحن اليوم، وأقولها أمامكم وأمام الشعب التونسي وأمام العالم كله، نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، وكفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم ومن يدبرون الجرائم في المستقبل كما حصل في عدد من المناطق في الجمهورية. هناك قانون، يريدون دولة القانون، ولكن لا بد من تطبيق القانون على هؤلاء، ولا يمكن أن يترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو يبقى خارج دائرة أي جزاء. وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته التي أداها اليوم إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة بأن 200,000 دينار هو جزء من مبالغ أخرى تم صرفها للتباكي ولتأجيج الأوضاع ولإخراج الجثث من القبور لتأجيج الأوضاع. وأضاف بأن لو كانوا وطنيين بالفعل وجاءت هذه الأموال لقدموها لمن يستحقون، لكنهم جاءوا فقط للتباكي. وهناك فرق بين من يبكي على قريب له أغرق ومن يتباكى ويأخذ هذه الأموال ويصرفها في النزلة وفي المطاعم الفاخرة.
إلى أن عمليته الإغراق، عمليته الاغتيال التي وقعت كانت مقصودة، وذهب مرة أخرى ضحيتها البؤساء والفقراء. لا أخفى عليكم أن القارب الذي غرق لفظه البحر وكان مثقوبا، ووضعوا عليه مادة الريزين، ومن دبر العملية هو الذي أغرق هؤلاء. وتمت الأبحاث، ولكن لابد من محاكمة هؤلاء لأنهم اغتالوا هؤلاء الذين أغرقوهم في هذا المركب وكانت العملية مدبرة. مع ذلك تعرفون من الذين جاءوا يتبكون، وتعرفون كيف قبضوا على الأقل، ولدي الوثيقة، 100,000 دينار، 200 مليون. هذا جزء من مبالغ أخرى تم صرفها للتباكي ولتعجيج الأوضاع ولإخراج الجثث من المقابر ومن القبور لتعجيج الأوضاع، ولكن قبضوا الأموال. لو كانوا وطنيين بالفعل وجاءت هذه الأموال للتباكي التظاهر بأنهم يؤازرونهم لأعطوهم بالفعل لمن يستحقون، ولكن جاءوا فقط للتباكي. وهناك فرق، من يبكي على قريب له أغرقه، ومن يتباكى ويأخذ هذه الأموال. وفي سياق آخر، أعلنت الجامعة العامة للصحة أنه في إطار تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المنعقدة يوم 24 من جانف الجاري، وذلك بالقيام بالتجمعات الجهوية، تنفذ كل من ولاية منوبة والقصرين والمنستير تجمعاتهم الجهوية يوم 2 فبراير القادم، وستنفذ بقية الجهات التجمعات تباعا، وذلك لتعنت سلطة الإشراف ومماطلتها في تطبيق الاتفاقيات المبرمة. أكدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 4 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 من جانفي الجاري، ضمن آخر المعطيات الإحصائية المحينة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في تونس. انتظم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التربية موكب استلام مهام وزير التربية الجديد محمد علي البغديري خلف لفتح السلاوتي لحضور طارات الوزارة. وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة أعرب محمد علي البغديري عن اعتزازه بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه، وعن عزمه العمل في كنف جدية والاحترام لما فيه خير المنظومة التربوية والوطنة، وشكر العمل الجاد لفتح السلاوتي معتبرا إياها قامة علمية في الدولة، وثمن مجهودات كافة العاملين في القطاع التربوي لإنجاح المسار التربوي رغم كل الصعوبات التي يمر بها القطاع، وشدد على أن صمود الدولة والمحافظة عليها كان بفضل الإدارة التونسية. كما أكد المصدر ذاته بأنه سيواصل العمل في إطار تكريس مبدأ استمرارية الدولة، وأن قيادته للوزارة في الفترة القادمة ستكون بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع التربوي لإنجاح الاستحقاقات التربوية القادمة. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم ومساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباشة أنه من المتوقع أن لا تتجاوز المساحات المبرمجة من الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولايتنا نابل خلال الموسم القادم 1500 هكتار، مما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بنسبة 70%. وأضاف الخرباش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن كمية الطماطم الفصلية المعدة للتحويل لن تتجاوز خلال الموسم القادم 100,000 طن مقابل 300,000 طن خلال الموسم الفارط، حيث فاقت المساحات المزروعة 15,000 هكتار وقدرت مساهمة الجهة بحوالي 50% من المنتوج الوطني.
استقبلت ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة يوم الاثنين سفيرة كندا بتونس، وقد تمحورت الجلسة حول العلاقات التونسية الكندية وسبل دعم التعاون والشراكة في المجال البيئي. كما تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى مخرجات كل من المؤتمر 15 للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي انعقدت خلال شهر ديسمبر الماضي بمونريال بكندا، والقمة 18 للفرنكوفونية المنعقدة في جزيرة جربة في نوفمبر 22 و2000. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد أننا نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة. قيس سعيد 200,000 دينار جزء من مبالغ أخرى تم صرفها للتباكي وتأجيج الأوضاع حول فاجعة جرجيس. وزير التربية الجديد يتعهد بتكريس مبدأ استمرارية الدولة لينجح الاستحقاقات التربوية القادمة. وناب العزوف الفلاحين عن زراعة الطماطم الفصلية. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع السيدة ترابلسي في الإكسبور. إلى اللقاء.